قمنا اليوم كما شاهدتم وتفضلتم بتوقيع انطلاقة مشاريع هامة في المرحلة الأولى، المرحلة الاستعجالية الأولى بخصوص إنتاج 150 ألف متر مكعب من المياه تحلية البحر في ثلاث مواقع في الشرق الجزائر العاصمة، وهي برج الكيفان 10,000 متر مكعب، المنطقة الثانية هي المرسى ب60,000 مكعب يوميا، والمنطقة الثالثة المتواجدة في ولاية بومرداس كورسو ب80,000 متر مكعب يوميا. محطات هذه راح تنجز بصفة استعجالية وبطرق حديثة من شركات مجمع سوناتراك، وهي شركة لو ان جي سي بي، وكذلك شركة من مجمع كوسيدير، وهي كوسيدير كاناليزاسيون. البروغرام ديرجونس هذا اللي درناه، يعني مشينا راه في حيز الانجاز، وراح كاين تقريبا 250 فوراج يعني اللي راهم في حيز الانجاز وحيز الاستغلال، زيد دونك اعاده تاهيل ثلاث محطات تحليه البحر تاع بالام بيتش وزيرالدا وعين بنيان. هذا المشاريع، هذه البروغرام ديرجونس هذا راح يقلص المياه السطحيه بقدره 50%، وان شاء الله كي يدخل يدخلوا هذه الثلاث المشاريع تاع انجاز محطه قرصو 80,000 متر كوب جور، باطو كاسي 10,000 اي المرسى 60,000، نزيدوا يعني 150,000 متر مكعب يوميا، راح يقلص ب 72%.